خصوصا النعم اللي ذكرتوها اخوي انا ما قصروا وذكروا النعم اللي حنا نذكرها ما هو علشانك يا ابو تخيل ولا عشان الشباب علشان المشاهد فلذلك انا بتكلم عن نعمه الامن والامان حن ذي نعمه عظيمه جدا 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 الواحد لو يستشعرها عرف انه في نعمه مهما كان فاقد في حياته ترى الامن والامان شيء عظيم انا شفت لي مقطع البنت سوريه عمرها 10 سنين سألها المذيع وقال كم عمرك؟ قالت 10 سنين قال وش أمنيتي؟ أنت اليوم لا تمنيت لك شيء وجبة تأخذ ما يمر اليوم الثاني لو أنت مشتريها فالبنت هذه عمرها 10 سنين ونشادها قال وش أمنيتك مع السنة الجديدة؟ قالت خيمة وأنت الحين مع قصر بيت يمكن غرفتك صغيرة تضجر وهي بنت عمرها 10 سنين تتمنى خيمة فأنا كتبت فيها 3 أبيات واستشعرت النعمة اللي أنا فيها صدق قلت في تلفات شعرت بشيء مدري هو حزن مدري فرح مدري ظليمة ويوم بحتي بمنيتش في ضاق صدري ما توقعت إنش تقولين خير جعل من كان السبب في وضع مزري وجعل يغني حال إن شاء الله يأتي فحنا في أمن وأمان هذا وسلامتكم أقول خبير تنعي يعني والله إبداع.